فضيلة الشيخ، قرأت كتابكم شرح بلوغ المرام، وكان في كتاب الصيام، وكان الموضوع في الاكتحال، ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام تيمية، واعترض علي قاضي في هذا المجلس وقال كيف على أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، فإنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع قال ومثل قوله، وأنا لا أحب أن أسير مثل هذه الأشياء، لكن مثل قوله أن التعزية بدعة مع أنها فيها شيء من وصل التراحم بين الناس، فما ردكم على هذا؟ جزاك الله خير. أنا أحب الإثارات، ولكن يعني لا بأس طيب ليس المفروض أنه يكلمني وحدي من يعني أو لا بأس لك الله خير. أما مسألة الاكتحال فلا بد من بيانها للناس، لا بد، لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا، فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه، فضيقنا على الناس ما هو واسع. وأما قوله إن الاحتياط اتباع هؤلاء، فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط اتباع ما دلت عليه السنة، ليس الاحتياط الأخذ بالأشد، قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع. ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه، لا سيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها، والكحل يحتاج إليه الناس خصوصا الذين اعتادوه وصارت عينهم لا يستقيم نظرها إلا به، فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائم؟ إن قلنا لا تكتحل تعب بنظره، وإن قلنا اكتحل وأفطر أفسدنا صومه، وليس هناك دليل. فهذا جوابنا على هذه المسألة وعلى غيرها أيضا، كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما يعتقده ما يتبين له الحق فيه، لأنه مسؤول عن ذلك. وأما مسألة العزاء فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه، فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم، لكن لو أن الناس تركوا كما تركه الصحابة والتابعون ما صار تركه قطيعة رحم، صار تركه عادة. ولهذا لو أن طلبة العلم بيّنوا للناس هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسنا، والدنا توفي ولم نجلس العزاء، ووالدتنا توفيت ولم نجلس العزاء، لو أن أهلا فعلوا ذلك لكان في خير كثير. ولا ترك الناس هذه العادات، لا سيما في بعض البلاد، إذا مررت بالبيت الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج، من الأنوار والداخل والخارج والكراسي والأشياء التي تنافي الشرع، وفيها إسراف وفيها بذل. فالواجب أن الإنسان يعرف الحق من الكتاب والسنة لا من عادات الناس. لو أن الناس تركوا هذه العادة وصار العزاء إن وجده في السوق أو في المسجد عزى، وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا، بعض الأقارب لا يهتم بموت قريب، وربما يفرح إذا مات قريب، قد يكون بينه وبين قريبه مشادات ومنازعات وخصومات، فإذا مات قال الحمد لله الذي أرحم منه. فالتعزية للمصاب فقط، كما جاء في الحديث من عزى مصابا فله مثل عزى مصاب، ما قال من عزى من مات له ميت. فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبين الناس الحق فيها حتى يصير الناس بها على الهدى لا على الهوى. نعم. على كل حال كل له رأي، ولكن الواجب على أقول بارك الله فيك، الواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيء يراه أنه خطأ
نعم أن يكلم آخر مباشرة، يقول أنت قلت كذا وكذا وأشكل علي، حتى لا يحصل بلبلة في العامة. وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحسن مما إذا رجع إذا رد عليه، وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ، تأخذ العزة بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم، قد يكون الخطأ في فهمه وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء بكتاب السنة، هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر؟ أين هذا؟ إذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس، إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني؟ مثلا ما هينا تحريم الحلال كتحليل الحرام، بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا فيه تسهيل لكن تحريم الحرام فيه تشديد. والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمسألة هذا وهذا كلاه، ولا تقول إن ما تصل وسلم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب.